كشف وزير المالية العراقي علي علاوي أن بلاده تحصل فقط على ما نسبته 10% من الموارد التي تؤمنها المعابر الحدودية، واتهم علاوي مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين في التواطؤ في نهب مقدرات الدولة. كما كشف مسؤولون عراقيون أن غالبية نقاط الدخول للبلاد تسيطر عليها بشكل غير رسمي فصائل مسلحة تملك مكاتب اقتصادية لتمويل نفسها. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من بغداد مراسلة الشرق منة الله ظاهر، أهلا بك منة. بداية، ماذا في تفاصيل التقارير التي تتحدث عن الفساد على المعابر والحدود العراقية؟ مساء الخير دينا. يعني بحسب مصادرنا الحكومية يعني أطلعتنا وبشكل خاص للشرق أن هذه المواضيع التي تتعلق بالفساد بالمنافذ الحدودية والمكاتب الاقتصادية المتواجدة هنالك، خاصة الجباية الجمركية متواجدة، ولم تفلح أي حكومة عراقية متعاقبة حكمت العراق منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة في إحكام السيطرة على هذه المنافذ، وخاصة على السكوك التي تصدر في التعاملات الجمركية في المنافذ الحدودية الرئيسية، إذ عمليات فساد وابتزاز كبيرة تمارسها الكثير من الجهات المسلحة والأحزاب الكبيرة المتنفذة في الحكومة العراقية على هذا الجانب. طيب، من ماذا أو هل من إجراءات ربما أو ردود فعل حكومية مرتقبة في هذا الشأن؟ نعم، هنالك إجراءات حكومية كبيرة تقوم بها حكومة الكاظمي منذ استلامه لرئاسة وزراء العراق في مايو من العام الماضي، إذ هنالك إجراءات كبيرة تتمثل بإدخال الأتمتة الإلكترونية للتعاملات الجمركية للحد من الفساد والتلاعب في هذه المنافذ. إذن مراسلة الشرق من بغداد منة الله ظاهر، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.